طيب، نادي عالم الرياضة يا جماعة بحديقة المدفعية استضاف بطولة أخبار الرياضة واللي شارك فيها عدد كبير جدا من الأندية وشهد كمان منافسة كبيرة جدا. البطولة حضرها مجموعة كبيرة جدا من الأبطال وكمان حضرها محمد عاشور رئيس اتحاد الكونغ فو والبطل الأولمبي السابق هشام مصباح وكابتن أحمد طاحون مدرب منتخب مصر لكونغ فو. علشان بقى نعرف أكتر عن البطولة معنا تقرير عن الموضوع ده ونرجع تاني، خليكم معنا. شايف اللعبة بتتقدم في الفترة اللي فاتت وبقى ليها مكانة على المستوى الدولي، وده كان سبب في إقبال كبير جدا من اللاعبين واللاعبات على مستوى الجمهورية على ممارسة هذه اللعبة. احنا مش عايز اقولك النهاردة احنا تخطينا 40,000 مسجل في الاتحاد في قطاع البطولة، اما قطاع الممارسه مش عايز اقول لك يتعدى ال 100,000 على مستوى الجمهوريه. زي ما حضراتكم شايفين عدد كبير جدا جدا، البطوله دي يمكن فيها اكتر من 1100 لاعب ولاعبه بيمارسوا هذه اللعبه، بيتباروا في هذه البطوله. ان شاء الله عندنا امال ان احنا نعمل بطولات عربيه وبطولات دوليه ان شاء الله باذن الله وافريقيه بالذات، بالتعاون مع الاتحاد الافريقي ورئيسه الاستاذ شريف مصطفى، كابتن شريف مصطفى نائب رئيس الاتحاد الدولي. فالإعلام الوطني هو ده دوره. أنا شايف أنه الاهتمام بالألعاب الفردية دلوقتي مختلف يعني، وده حاجة كويسة مبشرة. كونغ فو واحدة من الألعاب الفردية زيها زي الجودو زي المصارعة زي الكاراتيه زي الألعاب الكتير قوي اللي احنا كنا بنشوفها قبل كده أنه ما كانش فيه اهتمام. النهاردة بنشوف واحدة من مؤسسات الكبيرة في الأخبار اللي هي أخبار الرياضة بتنظم بطولة أو بتبقى مشرف على بطولة، حاجة كويسة جدا وكبيرة جدا. أنا شايف إن دي حاجة مبشرة، نتمنى إنه كتير من المؤسسات والمنظمات اللي عندها قدرة إنها تعمل ده إنها تعمل ده، لأنه في الآخر ده بينفع الرياضة وبيفيد المجتمع، بيفيد الألعاب اللي ما عندهاش دخل أو ما تقدرش إن هي تصرف على نفسها إن هي تنظم بطولات بالشكل ده. لا ما شاء الله بطولة فيها عدد ممتاز جدا، بتشتغل 4 أبسطة، وعايز أقول إن في ضغط كبير جدا جدا بعدد اللعيبة، حاجة ممتازة، وده يدل على انتشار اللعبة والمساعدة في انتشارها بأخبار الرياضة. هي أول بطولة ليا في أخبار الرياضة، الصراحة أنا شايف تنظيم جميل جدا، رئيس المشرفين والاداريين ولجنه المسابقات والمدربين والاداريين وكل الناس كانوا كويسين جدا. طبعا لازم تمارس اللعبه، لازم تحقق بطولات، لازم تخش المنتخب، لازم تخش كمان بطوله عالم وتحقق بطوله عالم، ده افضل. الهدف من البطوله القاعده العريضه من الشباب او القاعده العريضه من الناشئين انها تتواجد في المحافل زي اللي احنا شايفينه دي عرس، ده عرس للاطفال في السن ده في الالعاب الشهيده اللي منسيه بقالها كتير. بنوري ان جمهوريه مصر العربيه والرياضه في مصر مش كره قدم بس. الله دايما في تكرار معانا في البطولات، في بنساعد دايما الاطفال الصغيرين اللي احنا بنظهر بيهم مظهر مشرف عشان خاطر الجيل القادم ان شاء الله، ابطال جمهوريه وابطال عالم ان شاء الله احسن. انا كبنت بالعكس لعبه مفيده جدا بالنسبه لي اكتر من اي راجل او اكتر من اي شاب، لانها بتساعدني ان يكون عندي ثقه في النفس اكتر، اقدر ادافع عن نفسي بعدين في اي وقت. فلا تعلقي بيها كبير لانه هي مش مجرد لعبه رياضيه، هي مدياني دافع وثقه في النفس اكتر.